من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن الناظر لأحوال الأمة والمتفحص لأحوال المسلمين في هذه الأيام يدمع قلبه قبل عينه، أينما نظرت وأينما اتجهت ترى المسلمين في أحوال لا يعلم بها إلا الله. هذا الأمر كثير منا يبعثه إلى التشاؤم وإلى اليأس، ولكن الله سبحانه وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحوال كهذه كان له تصرف آخر. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أحواله، في أحلك الأحوال وفي أشد الأحوال كان متفائلا. تفاءلوا بالخير تجدوه. يجب على المسلم أن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن يثق بموعود الله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى سيمكن هذه الأمة رغم كل الظروف المحيطة. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل هذه الأحوال التي تحيط بنا الآن الله سبحانه وتعالى قادر على تغييرها في لحظة. My respected brothers and daughters and sisters, today in previous words, inshallah we will reflect in one of the ayat of the Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of our Prophet sallallahu alayhi wa sallam give us a message what we should do in the situation that the Muslims passed right now. Everywhere you look at the Muslims, you see all the Muslims all over the world is struggling right now. And some of the Muslims, when they look at this situation, they give up. They think that we will never be like what Allah subhanahu wa ta'ala promised. If we reflect in the sunnah of our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how he acted all the time, he was positive. He never have a negative thought for the future. And Allah subhanahu wa ta'ala encouraged us even in the Holy Quran, O you who believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala and prepare yourself for the hereafter. And don't be like those who forget Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala make them forget themselves. We have a very big value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. We should trust Allah. We should trust the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. That Allah subhanahu wa ta'ala will give this ummah nasr, victory, dignity, and we will be, if we do whatever Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to do, Allah subhanahu wa ta'ala will give us what He promised for us. The Muslim, المسلم له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نفتخر بالإسلام، هذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا بلا سؤال. أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علي وعليك هي نعمة الإيمان. لا أحد منا سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المسلمين. نحن ولدنا في عائلات مسلمة ومن الله سبحانه وتعالى علينا بالإيمان، فهذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا. و
وله علينا بها حق الشكر. وحق الشكر أن نضع النعمة أن ننفق من جنس النعمة. الله سبحانه وتعالى إذا المسلم وإذا المؤمن اتقى الله سبحانه وتعالى قيمته عند الله أعظم من الكعبة. الكعبة التي يحج الناس إليها، ابن عمر كان في العمرة ونظر إلى الكعبة وقال: ما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لهدم الكعبة أهون على الله من إراقة دم مسلم. كم هي قيمة هذا المؤمن وهذا المسلم عند الله سبحانه وتعالى إن اتقى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذكرنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ما النتيجة؟ أنساهم أنفسهم. عندما نسوا الله ونسوا أوامر الله، نسوا ولم يتذكروا من هم، لم يتذكروا قيمتهم عند الله سبحانه وتعالى. The mu'min or the believers have a very big value in the sight of Allah سبحانه وتعالى, even more than the Kaaba. Ibn Umar رضي الله عنه, once a day he was looking to the Kaaba and he said, how beautiful you are and how big value you have in the sight of Allah سبحانه وتعالى. But the value of the believer is in the sight of Allah is more than. So what happened, my respected brothers? Why we don't feel proud to be a Muslims? Why don't we don't feel this dignity? Because of the ayah that I recited in the beginning. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Don't be like those who forget Allah subhanahu wa ta'ala. And the result is Allah subhanahu wa ta'ala make them forget themselves. We don't know our value. So we should be proud to be a Muslims. And we should trust Allah subhanahu wa ta'ala that the victory will come for the Muslims. That Allah subhanahu wa ta'ala will make this ummah mumakkana كما وعد Allah subhanahu wa ta'ala. We should have a positive thinking every time in our life. We should be surrounded by positive thinking. Because our Prophet sallallahu alayhi wa sallam have those thinking in the most difficult situation. In معركة الخندق, المسلمين كانوا محاصرين من الأعداء. كل العرب اجتمعت على المسلمين حتى يجتثوا هذه العصبة عن بكرة أبيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحفر في الخندق واجهت صخرة الذين يحفرون في هذا الخندق, فجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول. انظر إلى هذا الموقف, الأعداء محيطة بالمسلمين والخوف في كل مكان, والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول الله أكبر عندما ضرب الصخرة بالمعول في الضربة الأولى, قال: فتحت لنا كسرة. سبحان الله, ما هذا التفاؤل. وفي الثانية قال: فتحت روم. هذه هي الأفكار التي يجب علينا أن نتبناها في هذه الأوقات. يجب أن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى, مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر. الليل بعده فجر, لا يمكن أن يبقى الليل, ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. هذا الفكر التفاؤلي الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وغرسه فينا هو الفكر الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نتربى عليه. In the most difficult situation, our Prophet صلى الله عليه وسلم all the time he was positive. He was giving a glad news, good news for his followers that Allah subhanahu wa ta'ala will spread this Islam. That Allah subhanahu wa ta'ala will give victory to this Islam. So my message for myself
And for all my brothers today, we should surround ourselves of hope and positive thinking. Never go negative. And I will finish with a story. How when you start thinking negative, that everything around you will be negative. في أحد الجيران أراد أن يعني ما كان عنده مكوى كان بده مكوى فطلع على العمارة على الطابق الرابع حتى يستعير مكوى من جاره وهو طالع على الدرج بدأ يفكر الآن طب هذا الرجل مش راح يعطيني وراح يتكاتل انا وياه ويحكي لي كلام مش كويس وانا رايح ارد عليه فضل يفكر في هذا التفكير حتى وصل الطابق الرابع لما وصل الباب دق على الباب طلع جاره السلام عليكم قال اسمع لا بدي المكوى ولا بدي منك تعطيني شيء he was يعني this story I'm in a story that somebody need an errand from his neighbor. He was living in the first floor and the neighbor was in the fourth floor. So while he was going up, he was thinking negative that this neighbor will refuse to give me what I want. I will fight with him. He will tell me this. I will tell him that until he reached the door. When he knocked the door, the neighbor comes out and his salam alaikum said, look, I don't want nothing from you. I don't want you to give me nothing. Because he was prepared himself. He was surrounded with negative thinking. We don't need this thinking in our life. We need a positive thinking all the time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, "Tafa'alu bil khayri tajidu." When you think positive, Allah subhanahu wa ta'ala will surround you with the positive things. Ahsinu dhanna billahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lam yatakhalla 'anil mu'minin. الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بالتمكين وبالنصر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة وأن يمكنها وأن يجعلنا سببا في نصر هذه الأمة هذه الأمة ستنصر وهذا القطار سيمشي فمن يركب في هذا القطار ومن يكون جزءا من هذه المسيرة يفوز ومن يرفض هو الذي يخسر أما الإسلام الله سبحانه وتعالى سيعز الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل وبارك الله فيكم جميعا ورحمة الله وبركاته.